السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في قناة عبود فور كارس. اليوم جايبين لكم لاند كروزر 2023 محرك ديزل بقوة 302 حصان والعزم 700 نيوتن. صراحة يعني الشكل يعني جميل، أنا شخصيا كرأي شخصي أعجبني الشكل الخارجي وأيضا الداخلية للسيارة. السيارة يعني ما شاء الله تبارك الله اقتصادية أيضا، وتأمل إلى خلفية السيارة، الهيكل الجانبي للسيارة، وهذه الداخلية للسيارة. صراحة لون جذاب، لون بيج. طبعا غير اوتوماتيك بعشر سرعات. شاشة السيارة ما شاء الله